سي محمد، شكرا على هذا التتبع ديالك للأنشطة الرياضية في المدينة. طبعا احنا في جمعية نهضة طنجة كنقوم بتنظيم دوري سنوي بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير جليل مولاي الحسن، ودازو 5 ديال النسخ. النسخة ديال هذه السنة تعتبر السادسة، نسخة هذه السنة طبعا فيها جديد الأول هو أنها تنضم لتنسيق بتعاون وشراكة مع تنسيق حزب العلماء لاتحاد طنجة ورجاء المكادة وشباب بنديبان، وهذا كيعطي إضافة نوعية لهذا الدوري وكيعطي ضمانات أجل الإنجاح ديالو. الجديد الثاني في دورة هذه السنة هو تنظيم ندوة، وهي تعتبر باسم كذلك دولية بحكم التأطير ديالها من طرف خبراء دوليين إسبان متمرسون في موضوع حقوق الطفل، يعني حماية الطفل، حماية ضد العنف ضد الأطفال في الملاعب الرياضية. طبعا ملي كنهضروا على العنف ضد الأطفال في الملاعب الرياضية، فالعنف عنده واحد مجموعة ديال الأنواع اللي كتمارس على الطفولة الرياضية، اللي وفي الاخر كتعرض لواحد الضغط اللي كيجعلها تهدد المستقبل ديالها وتهدد المصير ديالها في الملاعب الرياضيه. وما غادي نكون شي كنقصد موضوع بعينيه، لان التجارب تبتت على ان الطفل اول ضغط او اول عنف كيتعرض له هو التتبع العائلي ديالو في وسط الملاعب، لان الولد ملي كيلعب الكره في الملعب كنجيو للمدرب او كاين بعض المدربين كخصهم مثلا يكونوا ضابطين الامور ديالهم باش ما يفرضوش على الملعبيه انهم يقوموا بشي دور اكثر من داكشي اللي يقدروا يقوموا به الا في اطار واحد التدرج. طبعا هي هاد الندوه غتكون كتعالج واحد المجموعه ديال المواضيع، وهي هي ندوه نوعيه، نتمنى ان تكون كتاسس واحد الثقافه اللي كاملين خصنا نشاركوا فيها باش نصلحوا ما